نروح عبر سكايب برضو من إيطاليا ونشوف ردود فعل العالمية أيضا عن هذه القضية. معانا مستر إيفان كارديا، رئيس تحرير موقع توتو ميركاتو. تحياتي ليك يا مستر إيفان ومنور قناة الأهلي. مساء الخير. مساء الخير على الجميع، وشكرا لكم لتوجيه الدعوة لي. شرف لي الظهور على قناة النادي الأهلي، وتحية خاصة لكابتن أسامة حسني، أحد أفضل كباتن النادي الأهلي. بشكرك شكرا جزيلا. في البداية رأيك إيه النهاردة؟ البطولة الأفريقية، دوري أبطال أفريقيا، البطولة الأكبر في أفريقيا، وصول النادي الأهلي المصري إلى النهاية، وصول نادي الوداد المغربي إلى النهاية. المباراة النهائية ستقام على ملعب الوداد. الإعلان عن ملعب المباراة منذ أيام قليلة، من المفترض أن يكون الملعب محايد كما يفعل في أوروبا. بنشوف انطلاق البطولة أو قبل انطلاق البطولة الإعلان عن ملعب النهائي. شايف التخبط الأفريقي ده إزاي؟ ما حدث شيء غريب لا يحدث إلا داخل القارة السمراء، لأن بالنسبة في أوروبا الأمر مختلف تماما. فقبل بداية، على سبيل المثال، دوري أبطال أوروبا بسنة أو سنتين أو ثلاثة يكون هناك علم بالملعب وأين ستلعب المباراة النهائية قبل بداية البطولة. لكن ما حدث لديكم شيء غريب تناولته أيضا الصحف، ونتابع ردود الأفعال. نعلم أن النادي المصري قام بإرسال بعض الخطابات، ولكن من متابعتي للبرنامج أعلم أن منذ قليل تم انتهاء اجتماع لمجلس الإدارة، وأن المباراة ستلعب كما اختار الاتحاد الافريقي. لكن ما حدث شيء يدعو للاسف، لا اريد ان اقول مرتب، بل شيء يدعو ان قاره افريقيا ما زالت في الوراء، لان ان تقوم باعلان المباراه النهائيه قبل اسبوعين فقط من الفاينل، هذا شيء يدعو للتساؤل. يجب ان يسال عنه كل من هم في اعضاء لجنه الاتحاد الافريقي، لان يجب ان يتم المعامله في افريقيا كما يحدث في اوروبا. وأقول شيئا بالنسبة لي، لماذا تم الاتفاق على هذا الملعب رغم لعب الفاينل العام الماضي على نفس الملعب؟ أعلم أفريقيا وأعلم أن لديكم العديد من الملاعب، لماذا ذلك الاستاد بالخاص؟ أبرز الصحف العالمية والأوروبية وخاصة كمان الإيطالية قالوا إيه عن هذه الواقعة؟ أو أبرز العناوين؟ كما قلت في الأول، شيء غريب تناولنا الخبر باستغراب كبير. كنا نتوقع أن تقوم المباراة النهائية في دولة أخرى غير التي تم اختيارها من قبل الاتحاد الأفريقي، لأن هذا يدعو للتساؤل. نحن كأوروبيون ندعو أنفسنا للتساؤل، لماذا هذا الملعب؟ هل قارة أفريقيا ليس لديها ملعب آخر لاستضافة حدث كبير كنهائي دوري أبطال أفريقيا؟ لكن شيء غريب يجب أن يتم التحقيق فيه، ولكن يجب على النادي الأهلي أن يحقق في هذا الأمر، لأننا هنا نتحدث عن فساد كبير في اختيار نفس الملعب قبل أسبوعين. أتمنى أن يقوم النادي المصري بتحقيق كبير في هذا الأمر، لأن نحن هنا نتحدث في أوروبا عن هذا الأمر. لماذا تم اختيار الملعب منذ فترة قليلة؟ هذا هو الشيء الذي نتحدث عنه منذ إعلان الفاينل منذ أسبوعين. مستر إيفان، وانت متابع جيد للسوشيال ميديا، شفت ردود الفعل العالمية على هاشتاج ستوب كاف كوربشن ازاي؟ هذا يدعو للفخر لجماهير النادي المصري، النادي الأهلي بطل مصر، لأن نقول أن الأهلي لديه جماهير بالملايين استطاعت أن
توحد كل طلباتها على تويتر، وأن هذه الجماهير جماهير واعية لديها وعي، قاموا بطلب العدالة وتحقيق العدالة من خلال الهاشتاج التي قام بتدشينه، وهذا يعني أن لديكم جيش آخر خارج الملعب تعتمدون عليه غير الذي داخل الملعب. جماهير الأهلي معروفة للجميع وشيء يدعو للفخر، يدافعون عن لقب تشامبيونز ليج الذي ان فاز به الأهلي سيكون ثلاثية تاريخية، واعتقد ان هذا لا يريد احد اعضاء الاتحاد الذين قاموا باختيار الملعب في المغرب، لكن من دراساتي لتاريخ النادي الأهلي شاهدت ان الأهلي في الاعوام الماضية فاز ايضا بالبطوله، فاز باللقب خارج القاهره، ليست مشكله. اعلم ان الاهلي ليس لديه مشكله خارج الملعب، ولكن كل ما فهمته وكل ما قمت بجمعه ان جماهير الاهلي غاضبه من هذا الاختيار، ولكن انا متاكد ان الاهلي سيحرز اللقب وسيعود به من المغرب ان شاء الله. بنشكرك شكرا جزيلا مستر ايفان رئيس تحرير موقع توتو ميركاتو، وكلام مهم ومتابعه الصحف العالميه والاوروبيه عن فساد الاتحاد الافريقي.